السلام عليكم، أهلا فيكم مراجعة جديدة. طبعا أتوقع معروف المراجعة هذه حق شنو، باين من اللوجو اللي على البدلة. المراجعة راح تكون للآيباد برو مثل ما تشوفون اللي وراي. قبل ما راح نتكلم عن الميزات الجديدة اللي سوتها أبل في الآيباد برو، طبعا الفروقات إن مثل ما تعرفون السنة هذه أبل كنسلت زر البصمة في الآيفون، وجت دور الآيباد كنسلت زر البصمة، فصارت عندها مساحة إن تكبر الجهاز أو إن تصغر حجم الجهاز وتصير نفس حجم الشاشة. وجد دور برضو على ساعات أبل الجديدة مثل ما تعرفون الآن بدون حواف، ساعة نفس الحجم القديم لكن الشاشة أكبر لأن ما فيها حواف. فمثل ما قلت لكم الآن جد دور على الآيباد. فالآيباد السنة اللي راحت كان في آيبادين، في آيباد 10.5 وفي آيباد 12.9. 10.5 أبل ما غيرت حجم الجهاز فقط، بس مشالت البصمة كبرت الشاشة، الحواف اللي كانت موجودة باللون الأسود اللي في الجوانب صقرتها، فالجهاز الحجم نفس الحجم لكن الشاشة صارت أكبر. السنة راحت كانت 10.5، السنة هذه صارت 11 إنش. أما الآيباد الكبير 12.9، السنة راحت كان مثل هو 12.9، السنة هذه برضو نفس الحجم 12.9، بس أغلبية الناس مثل ما تشوفون الآن هذا الآيباد 12.9. طبعا هذا قبل سنتين، ما في فرق بينه وبين السنة راحت الا الاداء الداخلي، اما الحجم والشكل نفسه. ابل شالت زر البصمه، فعندها خيارين، يا تسوي نفس الايباد الصغير اللي هو 10.5 خليت 11، ان تخلي نفس الحجم لكن تكبر المساحه، تشيل السواد فتكون الشاشه كبيره، فبتكون تقريبا 13.9 تقريبا. لكن ابل شو اللي سوت؟ لان تكلمت ان اكثر الناس يضايقون من حجم الايباد الكبير اللي هو 12.9 ان حجمه كبير مره، فسوت الحركه الثانيه. ثم قلت لكم بعيدة مرة ثانية، الايباد 10.5 صار 11 من الحجم نفسه لكن خذت المساحة هذه، كبرت الشاشة كاملة للحواف. اما الايباد 12.9 لا، خلت 12.9 نفسه وصقرت الحجم الجهاز، فالجهاز اللي وراي الان هو 12.9 لكن بابعاد اصغر، هذا حجم الشاشة. اما مسكة الجهاز، شكل الجهاز، كل شيء يختلف. نوع الجهاز تقريبا النغله النوعيه اللي سوتها ابل الان، اكثر الناس يقولون ان النغله هذه من بدايه الايباد، يعني اول مره ابل تسوي القفزه الجديده. طبعا صح، من اول ما نزل الايباد الى الايباد اير 2 تقريبا كلهم نفس الاشياء، لكن الايباد برو صار فيه اشياء جديده اللي هي سبيكرز، القلم، الاشياء هذه الجديده. الان النقله الثانيه بالنسبه لي ان هي الجهاز كامل بدون زر، بالفيس انلوكت بنفس الايفون 10 و 10 اس و 10 ار. برضو هذا التغيير اللي قلت لكم على الايباد، برضو جت تغيير الابل بنسل اللي هو قلم الايباد برو، الحركه ما ادري ليش ابل سوتها. اذا جيت تشحن القلم لازم تركبه الايباد وتتركه كذا عشان يشحن، او في قطعه انك تركبها وتخليه يشحن مفصول. طبعا ليش ابل سوتها كذا ما ادري. وهذا الايباد ما تغير لسنتين، من الايباد البرو الجيل الاول والايباد برو الجيل الثاني، الان تغير كامل، الان ما يشحن كذا. طبعا هذه مش بس شحن، هذه برضو اذا كنت تبي تقترن بالبنسل في الايباد برو لازم تركبه كذا عشان تقترن. اما في الابل بنسل الجديد اللي هو هذا، الابل بنسل الجديد تغير كامل راح نتكلم عنه الحين، فخلونا نبدا. طبعا اول ما راح نبدا فيه نبدا في الايباد، نفتح الايباد معاكم. هذه فتحة الجهاز، طبعا الأحجام اللي تجي مثل ما قلت لكم 11 إنش و 12.9 إنش، والذاكرات اللي تجي 64 و256 و512 و 1 تيرا. أول مرة ينزل 1 تيرا في الأيباد، طبعا ما أدري من اللي يحتاج ال 1 تيرا. أنا أخذت 256 واي فاي، برضه تقدر تاخذ الشريحة وتركب فيه. طبعا الشريحة راح تكون بس داتا، استخدام إنترنت بس، أنا ما أخذ واي فاي. أتوقع تقدرون تشوفون الفرق من الصورة هنا، حواف الايباد الجديد كيف في الصورة، وهذا حواف الايباد القديم، فرق كبير. نبدأ نفتح الايباد معاكم. الآن بداية نخلي الايباد على جنب ونشوف اللي يجي مع الايباد. طبعا اتوقع الاشياء اللي ما حد يفتحها، برضو هنا ستيكر العلامة أبل. الشاحن الجديد طبعا تغير، الشاحن القديم كان اللي يجي معاه نفس شاحن الايفون اللي هو اللايتنينج، الان في الايباد لا، شاحن يو اس بي سي. اللي عنده اي جوال ثاني اندرويد جديد راح يكون هذا الشاحن، واي لابتوب جديد حتى برضه لابتوبات ابل يكون معاه هذا الشاحن. هذا السلك برضه، وهذا مدخل الشاحن مثل ما تشوفونه، يكون من جهتين يو اس بي سي. طبعا لازم نستخدمه الحين نشحنه، وبرضه يكون الشاحن هذا السريع 18 واط، تقدر تشحنه بالايباد البرو بشحن سريع، او انك برضه تقدر تشحنه بالايفون. ابل تبيع مداخل الايفون انه يكون من هنا يو اس بي سي، المدخل الثاني على اللايتنينج مثل ما تشوفون. هذا الشاحن، هذا اللي تقدر تشحنه بالايفون، تركبه من هنا
هذا الشاحن يو اس بي سي، والجهة الثانية تقدر تشحنها بالايفون حقك او الايباد القديم او اي ايباد. طبعا هذا ابل ما تجيبه مع الايفون، هذا لازم تشتري من فصل. يعني بكذا تقدر من هذا الشاحن تشحن الايباد وتشحن الايفون في نفس الوقت، الشاحن السريع. هذه المكونات اللي تجي في الايباد. خلونا نرجع الان للايباد ونتكلم عن هذا الايباد الجديد. الشكل يختلف، ابعاد الجهاز تختلف، حواف الجهاز تختلف. الجهاز يعتبر صناعه جديده لابل. خلينا نفتح معكم الايباد، دايما نشغل الايباد معكم، ننتظر يشتغل. على ما يشتغل الايباد نشوف مداخل اللي موجوده فيه. طبعا الكاميرا اللي موجوده في الخلف هي كاميرا الايفون 10S وال 10S ماكس، كاميرا قويه. ما ادري ليش الكاميرا هذه في تابلت، ما ادري من اللي بيصور كذا، بس اللي يحتاج كاميرا ممتازه، كاميرا ايفون. الشيء الكنسلوه، طبعا الايباد القديم كاميرا برضه نفس الايباد القديم، يعني كل سنه ينزل معاه كاميرا الايفون اللي نازل معاه في نفس السنه. السنه هذه حطت الميزات الكاميرا الايفون 10S، لكن بدل ما هي 6 لينس، الايباد القديم كان 6 عدسات، الايباد الجديد فقط 5 عدسات. شالت ميزه واحده اللي هي مانع اهتزاز ميكانيكي، خلته بس ديجيتال، مع ان الايباد القديم كان فيه ميكانيكي، لكن ما ادري ليش في الجديد شالت الميكانيكي. ما اتوقع احد راح يدق على هذا الشيء. الاشياء الثانيه، الكونكتر صار هنا، القديم كان من تحت مثل ما تشوفون هنا. طبعا هذا تقدر تركب فيه الكيبورد، انا طالب الكيبورد لكن الان ما جاني. اذا جاني الكيبورد راح اتوقع استعرض معاكم. كل يعرف الايباد برو 4 سبيكر، هنا 2 وهنا 2 في الامام. اليو اس بي سي مثل ما قلت لكم، الفوليوم هنا تطويل وتقصير. هذا المكان القلم راح نتكلم عنه بعد شوي. مايكات هنا مايكين، وهنا مايك برضو. طبعا التسجيل راح يكون مثل تسجيل ايفون 10S، راح تكون ثلاثية الابعاد، وهنا برضو مايك. والكاميرا نفس ما قلت لكم، كاميرا الايفون 10S. لو نفتح معكم الجهاز برضو فيه الفيس اي دي اللي هو موجوده في الايفون 10 وال 10S ماكس والار وكل اجهزه ابل الجديده، بدل البصمه الحين تفتح بالوجه. والشيء الحلو فيه انك تقدر تفتح بالوجه باي طريقه، يعني مثلا كذا الايفون ما تقدر تفتحه الا لازم بالطول، لكن هذا تقدر تفتحها باي جهه. دلنا لو تحط وجهك طيب. بعد ما خلصنا تشغيل الجهاز مثل ما تشوفون الان تقدر تفتح الايباد. مثلا الحين فتح بالطريقه الطوليه، اقدر مثلا لو اطفيه اقدر افتحه بهذه الطريقه. اوكي فتح، اقدر افتحه باي طريقه حتى لو كذا. طبعا الجهاز لو بتكلم عن المعالج اقوى من الايفون 10S، المعالج اللي موجود فينا اقوى من الايباد برو برضو، اقوى من الكمبيوترات، اقوى من كل شيء، يعني بيتحمل معك كل شيء. الحلو فيه برضو انه راح ينزل في نهايه السنه هذه عليه الادوبي فوتوشوب نسخه كامله اللي موجوده في الكمبيوتر بتنزل معاك في الجهاز. الجهاز جبار في الاداء، في كل شيء، في الالعاب، في اي شيء تبي تستخدمه يعني بيكفي ووفي معاك. معاكم نتكلم معاكم الحين طريقه استخدام الايباد. طبعا الاستخدام الايباد هو نفس الايفون، ما في اختلاف اي شيء. هذا الحلو في ابل انك لو تعطي اي شخص الايباد هو كان يستخدم الايفون راح يعرفه نفس الوقت. الحين لو بنتكلم طريقه مثلا لو تخش اي متصفح تطلع من نفس الايفون، لو انك بتتنقل بين برامج نفس الحركه، بتفتح برامج الثانيه في الخلفيه بتكنسلهم كذا، تكنسل البرنامج. الحلو في الايباد انك تقدر برضو تفتح برنامجين في نفس الشاشه، تسوي تقص الشاشه. مثلا لو بوريكم الحين، لو انا مثلا في الاعدادات ارفع الشاشه كذا، ارفع الشاشه خفيف، اخذ هذا المتصفح احطه على جنب كذا، اقدر افتح برنامجين في نفس الوقت، اقدر اقسمهم كذا. اقدر افتح برضو برنامج ثالث اخلي عائم، مثلا لو بنفتح برنامج الموسيقى نقدر نحطه هنا زي ما تشوفون. نسقر الشاشة، نقدر نسحبه ونخليه في الصفحة الثالثة مثلا، او نرجعه مثل ما تشوفون. برضو نقدر لو صرنا بنحذف انقسام الشاشة نقدر نسحبها على جنب وخلاص ترجع على الصفحة نفسها. نقدر لو نفتح معاكم الملاحظات، الأشخاص اللي بنكتبون بملاحظات نقدر نفتح ملاحظات، نروح نفتح المتصفح، نقسم الشاشة كذا، تقدر تكتب هنا أي شيء مثلا هو بالقلم أو شيء. طبعا لأن ما فتحنا القلم. وتقدر مثلا عندك برزنتيشن أو شيء تقدر تأخذ شيء من جهة ثانية، أو إنك تأخذ الكلام نفسه هذا على طول تجي هنا وتحطه هنا. مثلا تبي تسحب صورة تقدر تسحبها وتحطها لك في الملاحظات حقتك وتكمل البرزنتيشن حقك، او برضه فيديو او شيء تقدر تسحبه وتقطه هنا في الملاحظات وتكمل.
طريقة جميلة يعني في فتح البرامج، برضو تقدر تفتح الرسائل حقتك وتدردش مع واحد بنفس الوقت في الأشياء دي كلها. هذا طريقة فتح البرامج. طبعا صوت الآيباد ما يعلى عليه، صوته نغي. أنا أول ما استخدمت الآيباد برو القديم ما توقعت الصوت في النقاوة. وإذا ما قلت لكم الكاميرا برضو، الكاميرا الخلفية نفس الآيفون 10S، الكاميرا الأمامية برضو ونفسها نفس الآيفون 10S، فيها برضو البورتريت مثل ما تشوفون هنا، التغبيش اللي في الخلفية اللي صارت، وأقدر أغير من هنا، أقدر أسوي نفس حركة الآيفون. شوف التغبيش كيف، تقدر تصور الصورة هذه، تقدر تأخذ بهذه الطريقة. طبعا في الآيفون 10S وال10S ماكس وال10 برضو الحركة تقدر تسويها بالكاميرا الخلفية لأن فيه كاميرتين، لكن في ال10R والآيباد فقط كاميرا الأمامية. برضو اللي تعرفون حركة الإيموجيز والأشياء دي كلها في التصوير الفيديو والأشياء دي كلها موجودة هنا. لو بيجيني نتكلم عن الألعاب، الآيباد معروف في الألعاب، ما في جهاز تابلت يعلى عليه في الألعاب. لو بنفتح أي لعبة مثلا كريزي تاكسي، هذا اليد تنباع في أمازون وتنباع برضو في محلات أبل الرسمية، هذا اسمها نيمبوز، تشتغل مع أجهزة أبل، الآيفون والآيباد وأبل تي في برضو وكمبيوترات أبل. طبعا مش جميع الألعاب، بعض الألعاب ما تشتغل عليها، فورتنايت ما تشتغل عليها، ما أدري هل هذه اللعبة تشتغل عليها ولا. هذا ريوس، هذا الأمام، طبعا تمشي كيف يعني. ما هذه الألعاب؟ أتوقع الآيباد معروف في الألعاب والأشياء هذه كلها، والدعم للألعاب الكثيرة. نرجع معاكم الحين في بعض الميزات اللي موجودة في الآيباد. خلينا نتكلم عن القلم الحين. هذا القلم الجديد، القلم البنسل 2، طبعا الجيل الثاني، غيرت أبل الحين بعد ما كانت ماسكة على سنتين مع هذا القلم القديم. القلم الجديد يختلف، في جهة حادة هنا وهنا محطوطة علامة أبل بنسل. طبعا أنا كاتب اسمي هنا، وبرضه في الآيباد من الخلف كاتب اسمي مثل ما تشوفونه. طبعا هذه الحركات تكون موجودة بس في أمريكا، اللي أبل تقدر تكتب عليها القلم الجديد والآيبادات والآيبود تاتش الصغير فقط، الآيفون الكمبيوترات حقتها ما تسويها أبل. اللي يبقي ذي الطريقة إنه يشتري جهاز الآيباد أو الآيبود أو القلم مكتوب عليه اسمه أو شيء، عندكم هذا الحساب في الإنستغرام، تقدر تطلب من أجهزة أبل ويصلها لك جميع دول العالم. هذا الحساب مثل ما تشوفونه. طيب نرجع، مثل ما قلت لكم الطريقة القديمة كانت في الآيباد إنه لو بتقترن بالقلم أو إنك تشحن القلم لازم تركبه في الآيباد. أما الطريقة الجديدة إن القلم ما تقدر تفتحه، وبرضو القلم القديم إذا كان عندك آيباد قديم شريت آيباد جديد تستخدم القلم ما راح يشتغل معك القلم القديم في الآيباد الجديد. ليش؟ لأن مثل ما قلت لكم طريقة التوصيل إنه لازم يتوصله في الجهاز عشان يشبك معك، والآيباد الجديد ما بلايتنينج، الآيباد الجديد مثل ما قلت لكم USB-C فما راح تقدر. وبرضو لو تجيب قطعة إنك توصلها ما راح يشتغل معك، فإذا بتشتري آيباد جديد لازم تشتري القلم الجديد، وبرضو القلم الجديد ما راح يشتغل عندك في الآيباد القديم. خلينا نجرب الحين نوصل القلم. مثل ما تشوفون هنا هذه القطعة، لو انك تركبه راح يمسك هنا مغناطيس ويشبك معك ويشحن برضو. هذه الحركة الجميلة، تركبه هنا راح يقترب معك هنا مثل ما تشوفون كذا، الآن شبك في الآيباد وبرضو قاعد يشحن. لو بتشوفون هنا، لو ننزل هنا نطلع الباتري، تشوفون الآيباد قاعد يشحن هنا. هذه الطريقة الحلوة ان تركبه هنا. الآيباد القديم المشكلة فيه انك ما تدري وين تحط القلم، ما يمسك في اي جهة، فاحيانا يضيع عندك او شيء. اما القلم الجديد انه خلاص بخلص من حطه فوق، منها يشحن ومنها محتفظ فيه. طبعا المغناطيس قوي ما راح يطيح عليك ابد. الفرق في الملمس، ان القلم القديم كان فيه لامعة شوي، اما الجديد مات واقصر مثل ما تشوفون، وفي هنا شطفة خفيفة عشان يمسك. وبرضو الحلو فيها هذه الشطفة انه كان في القديم انك لو انك جالس تكتب شيء تبي تمسح لازم ترجع تروح للمساحة تضغط عليها وترجع مرة ثانية قاعد تمسح. الآيباد الجديد انه في هنا تاتش بس تلمس عليه مثل ما تشوفون، يتحول الحين تحول للمساحة، المس مرة ثانية وارجع اكتب، المس مرتين رجعت المساحة، اسرع من انك تنزل وتضغط المساحة والاشياء دي كلها. طيب لو ابي اطلع، توقعت انه اوكي
الايباد الحين ما تقدر تطلع منه كذا، لازم بايدك، فالقلم راح تستخدم بس المسح، ما راح تقدر تكتب بصبعك، تكتب بالقلم بس، بما انك حطيت القلم. نشوف هنا، ما اقدر اكتب بصبعي، اكتب بالقلم. هذا تقريبا ميزة القلم. الجهاز حجمه اصغر، لو بتشوفون بتقارنونه بالايباد القديم. خلنا نحط الايباد القديم، هذا هو، هذا الايباد الجديد، في فرق في الحجم. شوف المساحة ذي كلها وبرضه المساحة اللي تحت. الآن خلينا نجرب معكم شيء ثاني، بما أن أبل قالت إن بالآيباد الحين الجديد تقدر تشحنه بآيفونك أو أي جهاز ثاني، بما أن عندك USB-C وهنا اللايتنينج. نجرب الحين، نركب مدخل USB-C. هذا الآيفون قام يشحن معي هنا، برضه فتح عندي هنا، يبي يفتح الجهاز عشان يطلع الصور. كذا تقدر تشحن آيبادك بالآيفون إذا آيفونك بيخلص الباتري. قلنا هل أقدر أشحنه بالآيباد القديم؟ بدأ يشحن برضه زي ما تشوفون. فالآن بما أن أبل حولت الآيباد لليوسبي سي، ففي أشياء كثيرة تقدر تشبكها عليه، منها الكاميرا أو الاس دي كارد حقتك، في مداخل يوسبي سي تطلعها وتركب فيها الاس دي كارد والأشياء ذي كلها. لكن الآن أبل محتكر الأشياء ذي بس على الصور. أتمنى في السوفتويرات القادمة أن أبل تفتح لك، بما أن عندها برنامج الفايندر، تحط فلاش، تحط أي شيء يتعرف عندك الفلاش هنا وتقدر تصفح اللي في الفلاش. خلينا نجرب الحين معكم، يعني مثلا هذا القطع USB-C الى USB-A تقدر تحط فلاش حقتك او اي شيء. خلينا نجرب معكم الحين كبداية، خلينا نجرب معكم الكيبورد هل راح يشتغل ولا. اول حاجة مع الماوس يشبكون اثنين هذه القطع، لازم تكون عندي هذه القطع اللي تكلمت عليها قبل شوي، اني احط فيها ادخل الماوس والكيبورد ونركبها كذا. طبعا الماوس ما راح يشتغل، عارفين ابل ما دعمت الان الماوس، لكن لو الكيبورد حلو، الكيبورد يكتب مثل ما تشوفون، تقدر تشبك معك اي كيبورد، ما بلازم تشتري كيبورد ابل، يكتب عندك. تقدر برضو تحول للغة العربية، حول للغة العربية مثل ما تشوفون الكيبورد الان شغال. حلو الكيبورد شغال، مثل ما قلت لكم الماوس ما راح يشتغل، لكن الكيبورد شغال، شيء جميل يعني انك تركب اي كيبورد عندك، ما يحتاج انك تشتري كيبورد ابل. طيب نشوف قطعة ثانية برضو، تقدر انك تركب اشياء ثانية، تقدر تحط الهاب هذا نفس هذه الطريقة، برضو اشتغل عندي اللمبة هنا، بيطلع عندك 3 USB، تركب اي شيء تبي، مثلا لو عندك كيبورد كيبل مش ببلوتوث او اي شيء تقدر تركبه كذا. لما ركبت الفلاش فتح لي مستعرض الصور، بس الفلاش ما فيه شيء تقريبا، صار فيها شيء راح يمكن يفتحها لك في البوم الصور. عندي فلاش ثاني برضو فيها USB-C دايركت، هي من نفس الفلاش، برضو الفلاش هذه ما فيها صور، لو بركبها برضو فتحت البوم الصور. تقريبا اذا كانت عندك صور راح تفتحها هنا، والله ما ادري، وانا ما حطيت صور فيها، لكن فتح لي البوم الصور، فاي شيء تركبه فلاش او اي شيء ما راح يشتغل عندك الا في البوم الصور. الايباد هذا ممتاز لأي شخص طالب في الجامعة، حلو القلم في الاستخدام، أنصحه فيه، أنصح أي شخص يبي يغير باستخدام الأوراق في الكتابة إلى الايباد أنصحه فيه. لكن رجاء الايباد هذا أبل صنعته مش للأطفال، الأطفال في ايباد 2018 نزلتها أبل، الايباد اير، الايبادات القديمة أوكي، بس ايباد برو قيمته يبدأ من $800 إلى $2000 تقريبا، أغلى برضو من اللابتوب. بليز أتمنى أنه ما أشوفها في يد جاهل. الايباد هذا البرو الأشخاص يبون رسم، أشخاص يبون يستخدمونه في الجامعة، كتابة، تصفح، يوتيوب، أوكي حلو في الألعاب، لكن قيمته مش لحق تعطيها طفل يلعب فيها. تقريبا هذه ميزات الايباد. ففي نهاية الفيديو، اللي عجب الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، والسلام عليكم.